السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. المقابله الحاسمه بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. بون، نقولوا مقابله حاسمه على خاطر جل مقابلات النادي الافريقي يلزم ينتصر فيهم باش نواصلوا في اعلى القمه في البطوله التونسيه. وقت اللي جينا فرصه وجينا الفرص ماذا بينا نستغلوها. ما اذا كان نفلتوا بعض الفرص في كره القدم التونسيه وقتها تولي خيبه المسعى، واحنا ما نحبوش نوصل لخيبه المسعى، نحبوا نوصلوا للنجاح والاستمرار في النجاح للنادي الافريقي. الحاجات هذه اللي نحكي فيها معليش، على خاطر الفرص قاعده تجينا وما يلزمش نفلتوا. صحيح التحكيم في البطوله التونسيه قاعد يوقف في النادي الافريقي والشيء واضح، الشيء واضح وريناه وما عادش نعاود في الموضوع هذا، حكيت فيه برشا مرات. بعض من الاعلاميين منحازين بصفه غريبه ومعناتها مش حتى منحازين، استانسوا بالمغالطات، استانسوا بتشويه الناس، استانسوا هذا عيب وحرام، استانسوا بالتطيح المورال نتاع جمهور النادي الافريقي. جمهور النادي الافريقي معاهم نبيل قاعد نتكلم ومانيش ساكت وقاعد نوصل في المعلومات الصحيحه على خاطر صوت الحق، الحق يعلو ولا يعلى عليه، وهذا هو اللي نحب نوصله. انا مع جمهور النادي الافريقي ونحب هذا النجاح. النجاح هذا راه ما يجيش بالسهل، يجي بالتضحيات من الجميع، من اداره النادي الافريقي الى الجماهير الى كل مكونات النادي الافريقي. ان شاء الله نتمنى لهم النجاح. علاش نقول الشيء هذايا؟ زوج تعادلات متتاليه وعندنا فريق ممتاز، الفريق الكبير في كره القدم. وقت اللي تجيك فرصه الفرق اللي تتوج في تنقولوا حتى الترجي اللي ديما تتوج، كيفاش التتويجات نتاعهم؟ يصير من مرحله الذهاب ينتهي الموضوع، يهربوا بجميع الفرق وبعد يلعبوا مرتاحين ويبداوا ما عندهم حتى مشكل ويخلوا الفرق الاخرين في تخبطات من اجل المركز الثاني والثالث. احنا الفرصه قاعده تجينا باش احنا نهربوا على الكل وبعد نلعبوا مرتاحين وخليهم هما يلعبوا على المراكز الثانيه حتى الثالثه، والنادي الافريقي يمشي للبطوله هو مرتاح ويخمم في حاجات اخرى واستقرار اداري ومالي وكل شيء. هذا اللي يلزم يصير، ولكن مازال ما صارش. كان احنا الحكام جاوا ضدنا شوي ورينا كيفاش برشا، معناها المقابله ضد باجرين العجائب والغرايب وتعدينا المقابله هذيك وكل شيء، وطوى الحكم اللي باش يشد لنا المقابله الجايه ضد الاتحاد المنستيري. ان شاء الله يكون قدر المسؤوليه ويكون في المستوى. راهو النادي الافريقي راهو فريق خط احمر، النادي الافريقي اذا كان واحد مش يبقى ديما يتجاوزه راهو عيب وما يجيش، راهو فريق كبير وفريق عريق واللي يهز البطوله صح عليه. خلي الناس تلعب كوره يا ولادي، خلوا الرياضه ترتقي، خلينا نتقدموا كره القدم التونسيه. علاش تطيحوا في مورال كره القدم التونسيه؟ حتى المنتخب هاكم شفتوا كيفاش تلزيت باش وليت عامل قناه باش نحكي فيها على المنتخب التونسي، ما ثماش من المنتخب تستقيم الامور. وبرغم من هذا نلاحظوا ديما ثم اشكاليات، وما تسمع كان الحديث نتاع القهاوي حشاكم اللي انا نرتقي على هذا الكلام، نرتقي على القيل والقال وكثرة السؤال. انا نحب نمشي ديريكت للهدف. كان نحكي عن النادي الافريقي نمشي للهدف من اجل النجاح، وكان نحكي على الرياضه بصفه عامه نمشي للهدف من اجل النجاح. مانيش انا اللي باش نطيح مستوايا ونبقى قيل وقال وكثره سؤال، وهذوما كلهم ما عمرهم ما ربحوا وما عمرهم ما كانوا مجدين في باش يبنيوا الامه وباش تتقدم الامه نتاعنا. لذلك باش نحكي لكم شوي كوره عن النادي الافريقي والمقابله القادمه. بطبيعه الحال المقابله القادمه هامه برشا ضد الاتحاد المنستيري. ثم ملاعبيه ما عادش عندهم شانس كبيره ياسر مع النادي الافريقي اذا كان باش يواصلوا في التراخي نتاعهم. بالحق لو نحكي مع جمهور النادي الافريقي، ثم ملاعبيه كيما بسام السرارفي، حمدي العبيدي، كينغسلي ايدو، رشيد العرفاوي، هذوما معناها اكثر ملاعبيه اللي الصغير غايث الصغير الملاعبيه هذم وغايث الزعلوني. الملاعبيه هذم اذا كان ما كومش باش تهزوا معانا حمل القفه وما كومش باش تقدموا معانا مع النادي الافريقي وما كومش تجيبوا لنا الانتصارات، راهو كي بكم كي بلاش. ظهر لي حان الوقت باش تغادروا النادي الافريقي الصيف المقبل. مانيش باش نقول لكم او كفي لكم عام كامل وهكا شونس كامله على البطوله، النادي الافريقي باش يتقدم نحو الامجاد مع شون بيرز راهو مش حتقدر تغمض عينيك ما غير ما تخمم ما غير ما تعب مخك، ولكن
اذا كان الملاعبيه هذا باش يواصلوا في المستويات هذو الفرص تجيهم وهم ما همش قادرين باش يفوزوا بالالقاب وما همش قادرين باش يسجلوا الاهداف. يا اخي انا جاي مهاجمين بس سجلوا لي اهداف، لا واحد فيهم قاعد يمركي بسهوله، ما يمركوا كان كتر قفص على خاطر قفص وقتها فريق ضعيف. اثبتوا لنا يا ملاعبيه الكلوب، اثبتوا لنا اللي انتم قدر هذه المسؤوليه وقدر في قيمه النادي الافريقي، ما ثماش ما تتحرك الامور ونولوا نفوزوا بالمقابلات. راه عندنا افكتيف كبير، راهو يغلطكم اللي يقول لكم راه النادي الافريقي الافكتيف نتاعنا محدود، موش محدود، عندنا زوز فرق، ولكن زوز فرق يلزم يكونوا فيهم ثم ملاعبيه ديفيدات، ثم ملاعبيه ما يتمسوش في كره القدم وفي الفرق، كما مثلا الزمزمي. الزمزمي انا واحد من الناس ما يتمسس، سيمو كولا ما يتمسس، بالعده كيف كيف، علي يوسف كيف كيف، مازال شويه سيمو عبيد ان شاء الله ياخذ الفرصه نتاعو وما يتمسس زاده. ايت مالك ما يتمسش، مبينين انتو شاب الملاعبيه هذوما مع الملاعبيه الاخرين. ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي في الصيف الجاي نقوموا بميركاتو قوي باش النادي الافريقي يولي اقوى. كيف كيف تيني ويلز زاد ما يتمسش، ما يمكن في حتى واحد تيني ويلز، وبعض الملاعبيه الاخرين قلالش ملاعب الشاب ممكن كان انتدبناه اذا كان باش يقدم الاضافه. راهو النادي الافريقي ما يكور معانا كان باش يقدم الاضافه المباشره الحاضره، مش ملاعبي باش نبقى نستنى فيه 10 سنين. اخي من هنا ل 10 سنين يا حي تعيش عباد وتحيا عباد باش انا نخمم على ملاعبي. هذا بالنسبه للملاعبيه هذو مطالبين باش يجيبون الانتصار ضد الاتحاد المنستيري. المقابله راهي في ملعب رادس، راهي بالك تقولوا في ادغال افريقيا في ملعب رادس، يعني اذا كان الملاعبيه هذو وما نجموش يجيبوا الانتصار في ملعب رادس لهنا تولي نقولوا اليونا كلكو شوز كي ساكلوش، لهنا نولوا نصلحوا الحاجه هذيك ونحاولوا نبنيوا مره اخرى ونحاولوا نقدموا بالنادي الافريقي. النادي الافريقي ما لازمش يخليوها وحيده، هذا حاجه اكيده، لن نتركك وحيدا كما قالوا جمهور ليفربول. النادي الافريقي نحبوه نقدم، ولكن بالامور يلزم الملاعبيه هذو اللي خذاو خبره. اخي خذي توما خذيتو خبره يا رسول الله بسام صرار في 28 سنه، الحمدي العبيدي دخل في 24، كينغسلي ايدو داخل في 30، الصغير داخل في 30 سنه ولا 31، يعني العمر هذايا والخبره ماهيش موجوده. مالا وقتاش اخويا باش تعملوا لنا خبره وتجيبوا لنا الانتصارات؟ مالا انا باش نقول حاجه واحده، ما جبتش الخضراوي على خاطر الخضراوي مازال عودو طري، مازال اخطر، مازلنا كي شريناه ومازال قاعد يلوج على التأقلم نتاعو. هذا يحب رجه نفسيه قويه باش يرجع باش يدخل في الاجواء تاع النادي الافريقي وباش يعرف اللي هو في فريق كبير. ظهر لي فيه ماهوش معتاد على الستريس نتاع جمهور النادي الافريقي، اثر عليه ستريس جمهور النادي الافريقي وقت ضغط ويلزم يماركي كل شيء. يا حمزه يا خضراوي راك يا خويا يلزمك تسجل اهداف وتكون راجل وبقلبك، ونستنى فيك ان شاء الله المقابله هذه ضد الاتحاد المنستيري. راهو سي لو تو او جامي انت وبسام صرافي باش تترشقوا وحمدي العبيدي معاكم باش تورونا اللي انتوما النادي الافريقي باش يعمل عليكم في السنوات القادمه، وقت اللي احنا النادي الافريقي باش يصبح فريق نتاع كؤوس افريقيه باش نصبحوا فريق عملاق. النادي الافريقي راهو ماهوش كان ما هزيناش السنه باش نهزوا العام الجاي، وقالها شون بيرز وبرافو شون بيرز، هذا الرجل الطيب، هذا الاب الروحي للنادي الافريقي. انا نقولها بطريقتي انا وانا حر معناها في الكلام نتاعي، الاب الروحي للنادي الافريقي على خاطر هو منقذ النادي الافريقي في الفترات الاخيره. شون بيرز قالها، قال انا كنت نجم راهو نعمل كيما سليم الرياحي، نضخ اموال كبيره وكبيره برشا ونتحصلوا على نجيب ملاعبيه بمبالغ خياليه ونفوزوا بالبطوله بكل سهوله، ولكن المعقبات نتاعها وكل الديون نتاع الملاعبيه وخلاص اجور والعام الجاي والعام اللي بعده تكثر علينا وتولي المصاريف برشا. لذلك هو قال احنا باش نمشيو الفريق نتاعنا، ناخذ الانتدابات اللازمه، ننافسوا على البطوله بكل جدارة ونوصلوا مع بعض الفرق، مثالش كان فتناهم حاجة باهية، والعام اللي بعدها نبنيو على الملاعبية اللي انتدبناهم ونحاولوا ناخذوا ملاعبية أخرين، وهكذا ريبلوت لين النادي الإفريقي يستقر على تشكيلة قوية برشا. وقتها نوليو ناخذوا ملاعبي ولا زوز، مثالش وقتها نصرف عليهم، نصرفوا بجي كبير زوز مليارات ثلاثة ونجيبوا ملاعبي أن برون ستار يثري المجموعة اللي موجودة، وقتها تولي النادي الإفريقي قوي قوي قوي. وان شاء الله باذن الله نوصل للمرحله هذيك، مش انا نخمم نربح المستير ولا ما نربحش. اخي المستير فريق قوي ان شاء الله نربحوا، وهذا هو اللي نقول، هذا هو اللي نقول وناكد عليه. النادي الافريقي فريق كبير جدا، ماناش احنا النادي الافريقي اللي باش نحيروا
في مقابله ضد الاتحاد المنسيري. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي، وان شاء الله يجيبوا لنا الفوز، والفوز هذا قادر باش يرجع النادي الافريقي الى المركز الاول. علاش نقول الشيء هذا؟ على خاطر الاولمبي الباجي وقت يواجه النادي الرياضي الصفاقسي، ما نتصورش الاولمبي الباجي باش يفوز على النادي الصفاقسي في صفاقس بالذات بكل سهوله. لذلك يمكن المقابله تطلع تعادل او النادي الصفاقسي ينتصر، وقتها باش نلقاو النادي الافريقي ينفرد بصداره البطوله التونسيه. واذا كان انفردنا بصداره البطوله التونسيه ما عادش انفلتوا في هالبطوله هذه، ما عادش انفلتوا فيها، وما عاد هذا هو المطلوب. انا نحكي في الحق الميزم يصير. اذا كان انت تشد المركز الاول يلزمك ما عادش تفلت فيه مهما كان، مهما صار يلزم النادي الافريقي ما عادش يفلت في المركز الاولاني، هذه يلزم نكونوا متاكدين منها وبدون اي نقاش. بالنسبه للملاعبيه نتاعنا نتاع طو، اذا كانكم انتم ملاعبيه كبار وعندكم تقولوا في رواحكم وتلعبوا في فريق كبير، راهو الاندفاع وتطيشوا رواحكم وتخليوا الدفاع نتاعكم محلول، راهو هذه لا سبيل اليه. حتى بيتوني هو حر في التشكيله الاساسيه اللي يحب يحطها، حتى كان لعب بخطه 4-3-3 واللي هو المكتر يحب الخطه هذيك، حتى كان لعب بالخطه هذيك، وراني نعرف بيتوني ذكي وذكي اكثر من لازم، بسم الله ما شاء الله، راهو ساعات ينجم يحط التشكيله اللي مش تكون في صالح النادي الافريقي، وراهو مش يعملها، وانسان ذكي برشا وقادر باش يعمل يربح النادي الافريقي. هو قال انا بنحط كان ملاعبيه اللي باش يربحوني، لذلك الافكتيف هو بالنسبه لي هو هذاك الافكتيف اللي عنده، وهذوك الملاعبيه كان باش يربحوه ويحطهم. بون ان شاء الله بالتوفيق، وهذا اللي نتمناه بالنسبه للنادي الافريقي وبقياده بوسير بيتوني. بيتوني مدرب عالمي، ما يمكن فيه حتى واحد، راه حتى واحد ما ينجم يقول في بيتوني من التدريبات نتاعو مبين اللي هو مدرب بروفيسيونيل، انسان يرينيك على الجيم دي في نتاعك ويقول لك استحفظ على روحك كل شيء، ظهر لي ماهوش شوي، ظهر لي انسان ينصح وفي نفس الوقت يفيد في النادي الافريقي. لذلك نحبوا كلنا نكونوا مع هالمدرب هذايا، ما ثماش من النادي الافريقي يتحرك. بالنسبه للجماهير اللي قاعده يحبوا يعرفوا الفيراج بتاع النادي الافريقي يالاندرا باش يفتح او مازال، على حد علمنا الى حد هذه اللحظه اليوم الجمعه، الى حد علمنا قبل المقابله بنهار، راهو فيراج النادي الافريقي مازال مغلق، مازال مغلق. اداره النادي الافريقي مع الامن، السلطات الامنيه قاعدين يرتقيوا باش ما عادش تصير مشاكل، على خاطر تصير برشا مشاكل في الفيراج، والمشاكل هذيك تنجم تصير الى ما لا يحمد عقباه. الدوله التونسيه بدات تشد في الثنيه الباهيه بقياده قيس سعيد، وقولوها احنا هذا رئيس الدوله التونسيه قاعد ماسك بالامور، لذلك ماهوش ما نتصورش باش تعدى عليه حاجه هكا ولا هكا. لذلك الدوله تخاف على الجمهور بتاعنا، يخافوا على الجمهور بتاعنا. سبحان الله، عمر العبيدي توفى الله يرحمه، ماناش مستعدين باش تزيد تصير وفيات ووفيات جرة المناوشات اللي تصير في المدارج. لذلك فيراج النادي الافريقي اللي احنا نحبوكم واللي انتم اشرف لينا واللي انتم هزين النادي الافريقي، وهذا ما ينكر فيه حتى واحد، ما ينكر فيه كان الجاحد، ما حتى واحد ما ينكر اللي جمهور النادي الافريقي علم الجماهير الاخرى، الفيراج بتاع النادي الافريقي علم بقيه الجماهير بتاع البيلوز واللونسانت، هم اللي علمونا الغنيات، وهم اللي طلعوا الغنيات، وهم اللي اثروا المدارج، وهم اللي عملوا لنا الدخلات. هذه حاجه ما ينقص فيها حتى واحد، ولكن حسب ما فهمنا من اداره النادي الافريقي راهم خايفينكم على مصالحكم، خايفينكم على عائلاتكم، ما نحبوش تصير ما لا يحمد عقباه، على خاطر الجمهور كي يتعاركوا في بعضهم وتولي تطيش كراسي وكل شيء، راه واحد يجي في راسه نجم يتوفى، واحنا هذا ما لا نتمناه. نحبوا الجمهور كلكم يد واحده، تحبوا بعضكم، نحبوا تشجيع، تشجيع يا رسول الله، راكم امه مسلمه يا رسول الله، رانا مسلمين في بعضنا، وقت اللي تشجع شجع وانت فرحان، عايش خويا شجع وانت فرحان وانت عامل جو، علاش انت تقعد مغزل ويلزم ما ثم شيء؟ ربك سبحانه هو اللي يغير الاوضاع، ربك سبحانه كيحب بلادنا تولي بلاد غنيه، تو تولي بلاد غنيه، مش احنا اللي باش نغيروا الاوضاع بطريقه، نغيروا الاوضاع كيفاش احنا؟ نغيروا الاوضاع هاكا قيس سعيد قاعد يركع في الامور، خلي الراجل يخدم على روحه، واحنا كل واحد يخدم على روحه من جهته، واللي باش يسهل فيه ربي بلادنا تو يصير.
إذا كان باش المدارج ترجع معبية من جهة معبية بلافون 60,000 كما نتفرجوا في البطولات الألمانية والإيطالية والناس موجودين في المدارج ب90,000 وما تصيرش حتى ربع مشكلة ويغني ويشجع كل شيء. كان احنا يا رسول الله دي ما تصير مشكلة ما فهمش سبحان الله. إن شاء الله ما عادش تصير وإن شاء الله ربي يهدي الجميع وما عادش تصير حتى إشكالية في جمهور النادي الإفريقي. كما قلت لكم حامد مبارك برافو تريغرون برافو بدا يتحرك كونتر اللي قاعدين يحبوا يجيوا كونتر النادي الافريقي على الحكايه اللي حكيتها لكم انفا اللي هي تخص الديون بتاع النادي الافريقي لدى الجامعه. ما ثماش ديون وديجا حكيت لكم في الفيديو السابق ما ثماش ديون للنادي الافريقي لدى الجامعه. النادي الافريقي نظيف هكا ما شاء الله. النادي الافريقي توصلوا سالوا شامبيرز قالوا له يا ندرا تحب علاش ما عودش المنتخب. قال لهم المنتخب لو كان طلبوا مني باش انا نقف معاهم راني قفت معاهم ما هم ما طلبوش مني. دونك نتجاوز الامور هذيا وراهو النادي الافريقي عند ثم المال موجود والحمد لله الاستثمار موجود. النادي الافريقي ماشي في السكه الصحيحه ان شاء الله تتواصل هذه المسيره بنجاح. مقابلة كرة قدم ماهيش باش توقف نتائج النادي الافريقي كان انتصرنا ولا تعادلنا ولا انهزمنا. ولو انه النادي الافريقي ما نتصورش شو هي كرة قدم ما يلزمش احنا زاد نقولوا لا ماناش مستحيل باش نهزموا. لا يلزمك تكون راجل باش ما تنهزمش. وهذه النصايح اللي قاعد نمد فيها للملاعبية النادي الافريقي. خلينا ملاعبية كبار يا رسول الله ملاعبية كورجية ان شاء الله. الملاعبية هذو انهارت السبت غدوة الحي ان شاء الله يجيبون الانتصار ضد الاتحاد المنستيري وان شاء الله جمهور النادي الافريقي يعاودوا يفرحوا من جديد وان شاء الله نراو على وجوهكم الفرحه والطمانينه وان شاء الله غدوة الحي النادي الافريقي نلقاوه في المركز الاول. ان شاء الله النادي الافريقي بعد الانتصار يلقى روحه في المركز الاولاني والمركز الاولاني يشد فيه وما عادش يسيب فيه على خاطر الفريق اللي يحب يلعب على البطوله وتجيه الفرصه في المراكز الاولى ما يسيبش فيها بسهوله الا ما تكون منافسه كبيره وكبيره برشا. النادي الافريقي ماشي في السكه الصحيحه زوج تعادلات واربع انتصارات. الاتحاد المنستيري اربع انتصارات زوج تعادلات نفس المستوى ولكن النادي الافريقي جمهوره ينتظر من الملاعبيه اكثر من انتظارات الاتحاد المنستيري للملاعبيه نتاعهم. لذلك انا حسب رايي باش تكون البدايه الحقيقيه للنادي الافريقي ضد الاتحاد المنستيري نطلب من ربي على خاطر مش ساهل ان شاء الله يا ربي يوفق ملاعبيه النادي الافريقي لتسجيل الاهداف. ان شاء الله ربي يوفق حمزه الخضراوي يخلي يرجع يترشق من جديد ويسجل الاهداف. ان شاء الله ربي يوفق بسام سترارفي يخلي يسجل هدف وان شاء الله ربي يوفق النادي الافريقي وتحيي الرياضه في تونس وفيفا فورزا السيارة.